هذا البرنامج يقدم لكم من طرف MDGS. السلام عليكم. نجيكم من الاخر. رياضة اليوم عمرني جربتها وعمرني فكرت نجربها. اليوم غنديروا اليوغا. واخا ماشي رياضة شعبية، اليوغا كتستقطب عدد متزايد من الممارسين بالخصوص في المدن الكبرى. هما ناس اللي كيبحثوا على التوازن، الخفة وراحة البال. المدرب ديالي اليوم هو نبيل، أستاذ يوغي راكم عشرات السنين من الخبرة. السلام عليكم. السلام. أهلا. لاباس سي نبيل؟ صافا لاباس عليك؟ بونجور. الحمد لله. نبيل ما نكذبش عليك، شنو اليوم يوغا؟ انا جاي نكتشف هذا السبور، ما عمرني ما درته. اول مره وبيني وبينك علاش ما عمرني ما درته؟ حيت ديما كنت كنقول اولا السبور ديال البنات، ثانيا ما تنعرقوش فيه، ثالثا تيديروا الناس اللي لاباس عليهم. دونك احنا اليوم غنشوفوا هادشي كلشي يمشي بالصح. شنو تقريبا الحوايج المزيانين في اليوغا؟ الوغ اليوغا تتعلم التنفس، التنفس، التركيز، ليكيليبر. Toutes ces composantes, elles sont réunies dans le yoga. عندي مشكل كبير. شنو هو؟ لا سوبليس ما عنديش معاه. بلا براتيك تجي لا سوبليس. عرفتي هاد الهضره اللي قلتي لي سام غاسيو. اها. بغيت نجرب دابا. يلا بسم الله. غنبداو دابا بالاكزرسيس تاع التنفس. كلشي تعرف الرابوز. طبيعه الحال الرابوز. فوالا. الرابوز الوغ سي اكزاكتومون لو ميم سيستيم. غنعمرو هاد لاكاج توراسيك مزيان. وغنخويوها. غتنفس من نيفك في الانسبيراسيون. وفي الاكسبيراسيون من فمك. اوكي. اليوغا عندها قواعدها الخاصه. اول حاجه تنفس اساسي هو الضامن نجاح الوضعيات الاساسيه. ما تنساش لا غورج بس لا تيت. ايوا كي تحس براسك دابا بحال شي رابوز. شام دابا كملنا بالاكزرسيس تاع التنفس، غنبداو بلا سيسيون تاع اليوغا. لا بروميير دي شوز سي كون فا ايشوفي لا كولون فيرتيبرال وغنمشي سور لو كوتي دغوا. حصة اليوغا عبارة عن سلسلة من الوضعيات لي بوزيسيون المستلهمين من الثقافة الآسيوية القديمة. هاد الوضعيات كيخدموا أجزاء مختلفة من الجسم ديالنا. أول حاجة غادي نسحب ديك الكلمة اللي قلت لك ما تنعرقوش في اليوغا. أها. لأن دابا يلاه بدينا. يلاه بدينا. وأنا عرقت. أها. معلوم؟ ها وحدة حيدنا. أها. باش نتعلموا ليكيليبر غنبداو بشي حاجة سهلة. On va tendre la jambe gauche. الوضعيات الاولى سهله، منها اللي كنديروهم واقفين والاخرين في الارض. الايقاع ثقيل، الصمت والجو كيساعدوا على تهدئه العقل واسترخاء الممارس. تدريجيا كنتعلم نسمع الجسد ديالي. La posture finale d'abord, vous êtes allongé. ما كنحسش براسي عيان ولكن مسترخي. كنحس براسي خفيف، متحرر من التوتر اليومي. قبل نهاية الحصة المدرب اقترح علي نجرب نوع آخر من اليوغا، اليوغا الجوي أو اليوغا آيريان. صراحة الوضعية أسهل وأكثر متعة. باش نمارسوا اليوغا كل ما كنحتاجوه هو التابي اللي بعض النوادي كتكريه المنخرطين ديالها. بالنسبة للانخراط فالثمن كيبدأ من 100 درهم للحصة. مشاهدينا وصلنا لنهاية ديال الحلقة ديالنا ديال اليوم، كانت هذه رياضة اليوغا، كنتمنى تكون عجبتكم. مازال بزاف ديال الأنواع فيها غادي نحاولوا نتعرفوا عليهم في حلقات أخرين، في انتظار أن نتلاقى بكم في رياضة وحدين أخرين. نقول لكم السلام عليكم وما تنساوش كما احنا تحركوا. 10 معا بروح رياضية.